أنا ورب العافية. الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج التالكين وقد شرح كتاب منازل السائرين للإمام الهروي، والإمام الهروي من أئمة التوحيد، وله كتاب اسمه الأربعين في دلائل التوحيد، وله كتاب اسمه الفاروق في باب الصفات، فهو معظم للسنة والتوحيد. وقعت له كلمات يعني كما يقال على طريقة المتصوفة في كتابه، وهذه الكلمات أخذه بها ابن القيم، لكنه لم يؤخذه بها وبلوازمها، وإنما أخذه بها بحروفها ثم حملها على خير محمل، حتى قال في بعض المواضع في معرض المدافعة عنه، وقد ذكرنا هذا في مجلس ماض، قال: فإن الكلمة الواحدة قد يقولها إنسان فتكون عين الشرك، وقد يقولها آخر فتكون عين التوحيد، والاعتبار بحسب سيرة القائل وما يعرف عنه من سنة أو توحيد أو من بدعة وانحراف وما أشبه ذلك. نحن إخواني بحاجة إلى هذا التفصيل، بحاجة إلى هذه الأخلاق، بحاجة إلى هذه السلوكيات، بحاجة إلى هذه المعاملة. لا أريد أن أقول نحن بحاجة إليها مع الأضداد ومع الأغيار، مع الذين رفعوا راية مخالفة منهج السلف ورفعوا لواء مناقضة العقيدة السنية، لا، نحن بحاجة إليها فيما بيننا وبين أنفسنا، في من عاش معنا وعشنا معه، في من عرفناه وعرفنا وخبرناه وخبرنا، لأننا وللأسف الشديد في هذه الأيام نرى أن هذه المسلكيات السمحة، هذه المسلكيات الطيبة المباركة، نرى أنها غائبة عنا، بل إنها مغيبة عنا، وللأسف الشديد نحن نريد نرجع لأخلاقنا منزلتها، ولمسالكنا أصولها، بل لمنهجنا قواعده الأساسية التي تلقيناها وتلقناها عن علمائنا وأئمتنا الذين هم الأصل والأساس في دعوة الناس والتعامل معهم في الأصل والأساس. أما أن نفشل في هذه المسلكيات وأن نتخاذل في تحقيقها على أرض الواقع، فهذا يعني خلل، وأي خلل في تطبيق المنهجية التي ينبغي أن تكون في عقيدة السلف ومنهج السلف.